وحول هذا الموضوع أشار سعادة النائب فاضل السواد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وعضو الوفد المشارك في الاجتماع، أشار إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم النيابية تأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى، وفي إطار تنمية العلاقات القائمة بين البلدين لتطوير مسارات التعاون المشتركة. تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين في جمهورية كوريا الجنوبية، وقد تم التوقيع من قبل الجانب البحريني رئيسة مجلس النواب معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب، ومن الجانب الكوري رئيس الجمعية الكورية، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم. هذه المذكرة تتعلق ب التعاون المتبادل فيما بين الدولتين فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، وكذلك التعاون فيما يتعلق بالتشريعات وبالجانب الأمانتين العامتين للدولتين. هذه المذكرة قد تم التوقيع عليها بناء على التوجيهات السامية من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك في إطار تنمية العلاقات بين الدولتين التي تمتد لأكثر من 40 سنة تقريبا. هذه الجهود المتميزة من قبل مجلس النواب سوف تساعد على تطوير العلاقات، وكذلك في زيادة أوجه الاستثمار في الجوانب المتعددة من الجانب الصحي والجانب الاقتصادي والتعليمي وكذلك أيضا التشريعي.